الأخبار من ATV العدالة وفيها خورشيد يزف البشرة، مستحقات العسكريين المتقاعدين تصرف أوائل أبريل المقبل. رفع سن القبول في الجيش والدفاع، موافقة لفهاد واقتراح من العنزي. الغوطة تباد فمن لها، شعار مؤتمر نيابي نصرة للغوطة وتنديدا بالمجازر. التمييز تحدد جلسة السادس من مايو موعدا للنطق بالحكم في قضية دخول المجلس. ومن العناوين إلى التفاصيل، أعلن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب صلاح خورشيد أن وزير المالية نايف الحجرف أبلغ اللجنة أن مستحقات العسكريين المتقاعدين سيتم صرفها في الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل. اللجنة المالية سعت ولله الحمد، واللجان السابقة والأعضاء السابقين سعوا ولله الحمد بإقرار القرار المتعلق في مجلس الوزراء المتعلق في الأخوة العسكريين المتقاعدين ومستحقاتهم، مؤكد يعني بعد الاتصال والتأكيد من قبل الأخ وزير المالية، وهذا يمكن راح يصرح فيه باكر إن شاء الله، بأن سوف يتم الصرف إن شاء الله في شهر 4 أو الأسبوع الأول من شهر 4. هذا ما يعني بلغني فيه الأخ وزير المالية. وتعرفون أن يعني إحنا بالنسبة لنا هذه 4 جهات ممثلة، هي وزارة الدفاع وزارة الداخلية والحرس الوطني والمطافي، وبالتالي يعني أرقامهم حوالي 2681 عسكري، في منهم اللي خدم يعني فوق 25 سنة، في منهم اللي خدم أقل من 25 سنة، وفي منهم من خدم أقل من 20 سنة، وبالتالي هذه الحسبة تحتاج إلى وقت بسيط. ولكن أؤكد أن القرار تم اتخاذه، وأؤكد أن مجلس الوزراء ملزم بتنفيذ هذا القرار، وأؤكد للعسكريين المتقاعدين اللي شملهم هذا القرار أن إن شاء الله سوف يأخذون مستحقاتهم على أكمل وجه. من جهة ثانية، قال خورشيد أن اللجنة المالية ستجتمع مع الشركة المكلفة بدراسة التقاعد المبكر وتخفيض فوائد المتقاعدين يوم الأربعاء المقبل. اتخذنا قرار بأن راح يكون هناك اجتماع إن شاء الله يوم الأربعاء القادم بحضور الأخوة زملاء أعضاء اللجنة المالية لمناقشة قانون التقاعد المبكر مع الشركة اللي تم تكليفها من قبل مجلس الأمة. وإن كان المجلس يعني يمكن منحنا مدة 3 أشهر، ولكن لله الحمد يعني ما أقول تم الانتهاء، ولكن في هناك نتائج أولية سوف نجتمع مع الشركة اللي قامت بدراسة التقريرين، هو ما يتعلق في خفض سن التقاعد وخفض نسبة الفائدة. راح نجتمع معهم كلجنة مالية، نشوف التصور مال الشركة، ومن ثم راح يكون لنا اجتماع آخر. أنا أعد الجميع بأن هذا القانون أو هذا التقريرين سوف إن شاء الله يعني ننهيهم بأسرع وقت ممكن. وافقت لجنة الداخلية والدفاع على مقترح النائب عبد الله فهاد برفع سن قبول أبناء وأحفاد العسكريين البيدون في القطاع إلى 39 عاماً. تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح يقضي برفع سن القبول في الجيش إلى 36 عاما ليتمكن جميع الشباب الكويتيين وأبناء الكويتيات والبدون من دخول الجيش. قال رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل النائب حمود الخضير إن هناك توافقا نيابيا حكوميا على تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي. التقينا في اللجنة الصحية اليوم بممثلي العديد من الجهات الحكومية والشعبية التالية، اللي هي ممثلين القطاع النفطي وكذلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وممثلي اتحاد العام لعمال الكويت، وممثلي غرفة تجارة وصناعة الكويت، وكذلك ممثلي نقابة البنوك، وذلك لمناقشة الاقتراح بقانون بشأن عدم خصم اشتراكات رب العمل من مكافآت نهاية الخدمة، وذلك لإيجاد نص لتطبيق هذا القانون بأثر رجعي من 2010.
لأن المتقاعدين اللي انتهت خدمتهم أو غيروا أماكن وظائفهم من 2010 إلى 2017 تم خصم الاشتراكات منهم أو من مكافآتهم. طبعاً اللجنة داعمة لهذا القانون، وتشرف بأن أكون أنا أحد مقدمي هذا القانون، والحاضرين عن النفط والتأمينات الاجتماعية كذلك موافقين على تعديل هذا القانون، ونأمل إن شاء الله بأن ننجح إن شاء الله باعتماده قريبا كي يدرج على جدول الأعمال خلال 3 أسابيع يعني من تاريخ إن شاء الله من الأسبوع القادم إن شاء الله. كشف النائب خليل أبو العزم هو التقدم ومجموعة من النواب بطلب لتحقيق في أسباب استقالة 4 من أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الموانئ في الجلسة المقبلة. ما يتعرض ثاني أهم رافد للدولة اللي هو مؤسسة التأمينات مؤسسة الموانئ العفو إلى هزة مثل ما تعرضت له اللي هو استقالة 4 من أعضاء مجلس الإدارة، أعتقد هذا الأمر يفترض أن ينظر له بشكل جدي، وسأقدم مع مجموعة من الأعضاء طلب التحقيق في هذا الأمر، وهذا جزء مهم من إيرادات الدولة ومن مستقبل البلد. أقام عدد من أعضاء مجلس الأمة مؤتمرا بعنوان الغوطة تباد فمن لها، وذلك نصرة لأهالي مدينة الغوطة في سوريا وتنديدا بالمجازر بحق المدنيين فيها والمطالبة بالتحرك العاجل لإنهائها. نحن علينا كبرلمان أن نتحرك في البرلمان العربي وفي البرلمان الدولي، علينا مسؤولية أن نتحرك للدفاع عن النساء والأطفال والمحاصرين والذين يعاملون بوحشية لم نعرف لها مثيلاً كهذه الوحشية اليوم. نحن مسؤولون ونحن ننبه برلمانات العالم وشعوب العالم أن تتحرك للخروج دفاعا عن هؤلاء المظلومين. ولأن هذه الاتفاقيات ليست لها قيمة وليست لها دور وليست لها تفعيل، ولذلك مطلوب الآن من الأمة العربية والإسلامية، مطلوب من الكويت كدولة لها دور دولي وعالمي، أن تأخذ خطوات متقدمة في هذا الشأن. لا شك إن الكويت على المستوى الإنساني متقدمة على الجميع. سمو الأمير والحكومة والشعب الكويتي والبرلمان الكويتي كلهم لهم الصدارة والمقدمة في القضية الإنسانية والخيرية، ولا مزايدة في ذلك، بل هم في المرتبة الأولى في هذا الأمر جزاهم الله خير. ومطلوب أن نعزز مثل هذا الدور مثل ما قال أخوي من شوية دكتور عادل الدمخي. أنا أستغرب من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الذي يعني ما يحدث انتهاك في شرق العالم وغربه إلا ويتحرك فورا في ملاحقة المسؤولين، ولكنه يقف أخرسا أعما أبكم أمام ما حدث ويحدث وما زال يحدث حتى هذه اللحظة في سوريا. فنسأل الله الفرج العاجل لهم، ونسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا ويعيننا جميعا حكومات ومسؤولين وشعوب على بذل المزيد لإخواننا وأخواتنا هناك. هناك مجازر وتعتمر وصمة عار في جبين الإنسانية وإظهار لمعدن الحقيقي والوجه القبيح لهذا العالم المنافق الذي يتجرع الغصة والدموع لأجل طفلة ولأجل هرة ولأجل كلب، ولكن لا يتحرك شعرة منهم لهذه المجازر الوحشية. الذين ننظر قبل قليل في هذه الفيديوهات وعلى مرأة ويسمع العالم ولا يهتز لهم طرف، جريمة إنسانية، إبادة بشرية، مجازر وحشية، قتل، تعذيب، قصف، حرق، هتك، تشريد، تجويع للأبرياء. ماذا بقي ليتحرك العالم الدولي؟ للأسف أنه أصبح اليوم لا
قيمة لمواثيق الأمم المتحدة ولا قيمة لشعاراتها الإنسانية ولا قيمة للاجتماع فيها، ما دام أن هذه الأمم وهذه المواثيق وهذه الاجتماعات لا تنصر مظلوما ولا توقف ظالما عند حده، فلا خير في هذه الأمم ولا خير في اجتماعاتها. كيف لا تتحرك منظمة المؤتمر الإسلامي ولا جامعة الدول العربية ولا الأمم المتحدة ولا يسمى وما يسمى بالعدل الدولية التي لا يوجد فيها عدل اليوم؟ لذلك المسألة أخطر مما نتصور. المسألة أن هذا الجسد وهذا الجرح الذي ينزف هو في جسد الأمة، وأن الأمة بأسرها معرضة للخطر اليوم. أول شيء ما يتبادر للذهن تجد أن المشكلة كلها تقع في الدول الإسلامية، وهذه من الكوارث على أمة الإسلام. تجد أن المسلمين مضطهدين في كل مكان، تجدهم في بورما مضطهدين، في أفريقيا الوسطى مضطهدين، الآن المشكلة في دولهم مضطهدين، وخير مثال على ذلك هي سوريا. سوريا هذه خير مثال على اضطهاد المسلمين في بلادهم والقتل والتشريد الذي يحدث لهم في بلادهم، بل المفارقة العجيبة إنهم مهجرين ولكن في سوريا مهجرين. سوريا في الحرب العالمية الثانية كانت قبل الأحداث هذه كانت أكثر بلد في العالم فيه مهاجرين، يستقبل مهاجرين. الآن الشعب السوري للأسف مهاجر في كل دول العالم، حتى وصل إلى أمريكا الجنوبية آثار هذه الحرب الأهلية التي شنت على الشعب السوري. أكد نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد مواصلة الحرس الوطني تطبيق وثيقة أهدافه الاستراتيجية 2020 وشعارها الأمن أولاً. جاء ذلك في كلمة له عقب استقباله ضباط الحرس الوطني الجدد خريجي الدفعة 21 من الطلبة الضباط الجامعيين ودفعة 45 من الطلبة الضباط في كلية علي الصباح العسكرية ودفعة 13 في كلية أحمد بن محمد العسكرية بقطر. ودعا الشيخ مشعل الأحمد في كلمته الخريجين الجدد أن يكونوا للوطن أوفياء على حقوقه أمناء، لقائده مخلصين ولقادتهم مطيعين، كما حثهم على أن يبروا بقسمهم، مؤكدا أن الكويت أمانة في الأعناق وأن رسالة الحرس الوطني هي الدفاع عنها والذود عن أراضيها وتحقيق الأمن والأمان لمواطنيها. حددت محكمة التمييز جلسة 6 من شهر مايو المقبل موعداً للنطق بالحكم في قضية دخول مجلس الأمة، كما رفضت النظر بطلبات رفع منع السفر لانتفاء الحاجة بعد أن تم رفع المنع قبل أيام. قال النائب السابق عبدالله التريجي إنه تقدم ببلاغ إلى هيئة مكافحة الفساد نزاهة يتهم فيه مجلس الأمة بسبب تستر بعض نوابه على تقرير لجنة حماية الأموال العامة بالمجلس السابق، كما يتضمن مستندات ووثائق تثبت حصول البعض على حيازات زراعية بدون وجه حق. وقع اختيار الصربي رادي مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم على ثلاثي خط وسط كاظمة، وهم ناصر الفرج وعمر الحبيتر وأمشار العازمي ضمن القائمة الأولية للأزرق التي تضم 36 لاعبا تحضيرا لمواجهتي الأردن في عمان قبل استضافة الكاميرون خلال يومي 21 و25 من شهر مارس الجاري. ومن المقرر أن يحسم رادي القائمة النهائية والتي تضم من 20 إلى 23 لاعبا غدا، وذلك بعد انتهاء منافسات الجولة 15 من بطولة دوري فيفا.